اهلا بيكم في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم عيش حلو قوي، ممكن نعمله في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. العيش ده خفيف جدا وطعمه لذيذ. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنحتاج كوباية مية دافية، معلقتين كبار من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، ونقلب وهنسيبها حوالي 10 دقايق لحد ما الخميرة تبدأ تشتغل. خلاص الخميرة اشتغلت معانا زي ما حضراتكم شايفين شكلها. هنجيب الدقيق، 14 كوباية من الدقيق. هنحط عليها معلقة كبيرة من الملح ونقلبهم مع بعض. الملح ده طبعا حسب اختيار حضراتكم، لو مش حابين ملح ممكن نقلله خالص، مفيش اي مشكلة، مش بيأثر على العيش. هنبدأ نضيف خليط الخميرة، ونضيف كوباية مية دافية، ونبدأ نعجن. طبعا انا بضيف المية تدريجيا شوية شوية حسب احتياج العجين. دلوقتي هنضيف كوباية مية كمان ونعجن. وبعدين هنضيف كوباية مية ونكمل عجن. دلوقتي هنضيف اخر كوباية مية ونكمل عجن لحد ما العجينة تتلم معانا. هنحط على ايدينا رشة زيت كده خفيفة ونتهم بيها العجينة كده ونغطيها ونسيبها لمدة ساعة لحد ما تتخمر في مكان دافي. العجينة زي ما حضراتكم شايفين اتخمرت ما شاء الله عليها، بنلمها كده
وبعدين هنبدأ نشكلها. هنجيب صينية وهنعمل كور كده حسب الحجم اللي احنا عاوزينه زي ما حضراتكم شايفين شكلها، ونحطها في الصينية ونقطع كل الكمية اللي عندنا. دلوقتي هنغطيها ونسيبها لمدة نص ساعة لحد ما تترفع تاني عشان تسهل علينا الفرد، وكمان بيبقى العيش قابب وحلو يفتح معانا. هنبدأ بقى نفرده. العيش ده طعمه لذيذ جدا، وطبعا جربوا كل أنواع العيش اللي عندنا في القناة، عندنا أنواع كتير جدا، اختاروا اللي يناسبكم وقولولي رأيكم ايه فيه. هنبدأ نفرد اول كورة، رش رش الدقيق كده هنفردها بالايد الاول كده عشان تاخد شكل الدايرة، وبعدين بالنشابة. هو ده الحجم اللي احنا عاوزينه. هنروح بقى على الفرن على اعلى درجة حرارة ونبدأ نخبزه. هنعمل واحد تاني قدام حضراتكم نفس الطريقة، طريقته سهلة جدا ومش بياخد وقت خالص، وهيطلع معاكم ناجح ان شاء الله.
ده شكله في الفرن، انا ولعت عليه في شوايه في الاخر عشان يتحمر. شايفين شكله حلو ازاي؟ ما شاء الله عليه، وخفيف جدا، طعمه لذيذ غير اي عيش تاني. شايفين شكله حلو ازاي؟ ويفتح النفس على الفطار او السحور، وبالهنا والشفا. اشوفكم في اكله جديده، مع السلامه.